شايف أه. شايف اداء الزمالك ازاي في الفتره الاخيره؟ اكيد تابعت الماتشين اللي فاتوا في الكونفدراليه. هل بتتفرج على الزمالك في الدوري، في الدوري المصري، ولا بس تابعت ماتشات الكونفدراليه؟ Não, eu tive a oportunidade كان de عندي ver الفرصة apenas إن um أشوف jogo no campeonato بس porque sabia مباراة واحدة في الدوري، que era لأن importante acompanhar كنت عارف إن من المهم إن أتابع أكتر في المنافسات الأفريقية، لأن منافسة مختلفة تماما عن الثانية من ناحية إدارة المجموعة ومن ناحية التدخل اللعيب نفسه في المباريات، فبيكون مختلف. وشايف إن شفت فريق الزمالك بالكواليتي اللي عارفها، إن عندهم لاعبين أقوياء جدا. الزمالك انا شايف بيلعب 4 2 3 1 وبيستخدم اكتر الاطراف الجناحين، بخصوصا عن زيزو شيكابالا. هم لاعبين بيلعبوا اكتر في العمق، بيبحثوا عن لعب في العمق وبيلعبوا اكتر اللعب لجوه في الملعب، ولاعبين ممتازين وموهوبين واعرفهم كويس جدا، وعارف مستواهم قد ايه وتقلهم قد ايه، والدفاع اللي عنده كنترول كويس وعنده التزام، ففريق متوازن ومتمركز صح. يعني انت شايف اداء الزمالك عنده لعيبه عندهم مهاره زي شيكابالا وزي زيزو، واكيد انت يعني بتحضر فرقتك اللي انت تواجه فريق نادي الزمالك. هل هتلعب في مصر هنا بطريقه دفاعيه، ولا عندك فرصه شايف ان انت ممكن تعمل جيم متوازن مع نادي الزمالك وتكسب نادي الزمالك هنا في القاهره؟ لا، ما ينفعش نلعب على الدفاع، لان احنا بالطريقه دي بنسلم المباراه. احنا هنعتمد على اللحظات اللي هنواجه فيها الصعوبات اللي هتتم اثناء المباراه، فلازم نلعب ند بالند، لان لازم نعمل التوازن في الملعب والمساواه بيننا وفي الاداء عشان نقدر الفوز، وما نقدرش نلعب على المرتدات على اساس الخطوط المتراجعه في الملعب. احنا بنلعب دايما بكوره فيها مسانده دايما، بتبقى اكتر على تدوير الكوره من رجل لرجل، وشايف ان احنا عندنا لحظات لازم نستخدم فيها المرتدات والهجوم السريع على اساس المباراه ومجرياتها. انما لو اعتمدنا بصوره كبيره عن على الزمالك على الخصم، هيتم الضغط علينا بصوره كبيره، وعارفين ان الزمالك فريق كبير وعنده جماهير قوية بتسانده وبيلعب على أرضه. ما ينفعش يكون المباراة كلها من اتجاه واحد، فما عندناش سر كبير عندنا الإمكانيات بتاعتنا والكواليتي بتاعتنا، لازم نظهرها في المباراة.